مساء الخير، مساء الخير، أهل مساحة الطيبين. طبعا أنا جالي الإيميل بتاع الاجتماع النهاردة، وكنت أتمنى إن أنا أبقى موجود معاكم، لكن طبعا موجود برا مصر للأسف. دي من أكتر الحاجات اللي بتضايقني في حياتي، إن أنا أبقى مضطر إن أنا أبقى فترات طويلة برا مصر. على أي حال، حبيت إن أنا أشارك برسالة سريعة، يا رب انها تساعد النهارده في الميتنج وبشكل عام لمساحة اللي انا طبعا بعيد عنها بشكل كبير، لكن يعني هي في دماغي على طول رغم التقصير الشديد يعني. فكل ما تيجي فرصة الواحد يحاول ان هو يساعد ولو بحاجة بسيطة. اللي عايز اقوله النهارده الحقيقة هو انه مساحة بالنسبة ليا، أو بالنسبة أكتر للمجتمع في مصر وليكم كشباب، حققت معادلة صعبة جدا وقصة نجاح حقيقية. صحيح مر بيها مؤسسات شبابية كتير زي نهضة المحروسة، فتحة خير، وغيرها كتير من ورسالة، وناس كتير طبعا كبروا عننا أكتر لأسباب مختلفة ممكن نبقى نتكلم فيها في حلقة تانية. لكن خلينا نرجع للنقطة الأساسية، إنه في الظروف الصعبة جدا اللي مرت بيها البلد واللي بيمر بيها كمان الشباب الفاوندرز والمشاركين اللي بيقدروا يجوا مساحة ويستعملوها ويستفيدوا منها، كمان أحد المبادئ اللي كانت عليها مساحة وأعتقد ما زالت موجودة، إنه عدم استقبال تمويلات بشكل مباشر من أطراف محددة أو من يعني من أي طرف بشكل عام، وده طبعا بيقلل فرص إن المؤسسة تكبر. ولكن في خلال 3 سنين بقى في مقر في وسط القاهرة في مكان جميل جدا، في شقة مبنية على طراز قديم. يعني دي نقطة مهمة، تواجد في وسط المدينة في القاهرة. كمان كمية النشاطات والأشخاص اللي بيترددوا على المكان والأكتيفيتيز المختلفة اللي بتابعها عن بعد. اللي عايز أقوله دلوقتي إنه لازم نكون كلنا فخورين، وأنتوا تحديدا أكتر لأن أنتوا متواجدين هناك، بنجاح التجربة، لأن دي فعلا يعني أقدر أقول من خبرتي المعقولة في مجال المؤسسات المجتمعية والإن جي أوز وحتى مؤسسات التنمية الدولية، إن مؤسسة في 3 سنين تفضل مستمر. وخلينا نقول كمان لو بنتكلم عن بيزنس أو سوشيال انتربرايز أو مؤسسة يعني فيها جزء خدمي، إنها تستمر 3 سنين في الظروف الصعبة اللي فاتت دي، فده إنجاز كبير جدا. الأهم من ده هو السبيريت والكالتشر بتاعت مساحة اللي أصلا كانت موجودة ما بين الناس، بس مساحة جمعتها في مساحة واحدة. بقى في منطقة يمكن اللجوء إليها، مكان فيزيكال وفي نفس الوقت انتلكشوال، الناس تقدر تلجأ ليه عشان تقابل ناس زيها وشبهها وتقدر تتفاهم معاها وتقدر تشتغل معاها. اللي عايز أقوله، الرسالة الأساسية عشان أحاول ما أكونش مطول أوي لأن دي رسالة فيديو، هي إن مساحة محتاجة إنها تكبر وتتوسع عن ما هي عليه اليوم. في المكان الفيزيكال الفعلي، وفي النشاطات وعدد العاملين المتطوعين والمستفيدين eventually. طبعا هقول شوية أفكار ممكن تبدو إلى بعض الناس مجنونة شوية، لكن وباختصار شديد أعتقد إن مساحة لازم تتنقل، عفوا مش تتنقل، تتمدد إلى فرع آخر في القاهرة أكبر وأكثر معلش facilities، مش قادر ألاقي الكلمة العربي حاليا، يعني يكون في وسائل تساعد الشباب أكتر على الإبداع وعلى إنها تنفذ مشاريعها وغيره، وإن يكون يعني على شاكلة الهابس اللي موجودة في أوروبا وغير أوروبا والغرب، مكان مثلا قديم، بيت قديم، مصنع قديم بس مساحة كبيرة،
حد يساعدنا في تجهيزها طبعا، ودي نقطة هنتطرق ليها لاحقا، اللي هي مسألة التمويل والمساعدات الخارجية. طبعا في الظروف الصعبة دلوقتي خارجية بمعنى خارجية، ولكن خليها جوه مصر مش من برا مصر، عشان الظروف اللي انتوا عارفينها كلكم. بالمناسبة يعني ممكن أساعد ببعض الكونتاكتس مع وزيرة الشؤون الاجتماعية الحالية، يعني نعرفها لأنها كانت مديرتنا في وقت من الأوقات، وممكن نحاول على قد ما نقدر إن احنا نعمل اجتماع بينكم وبينهم أو بينها مثلا على سبيل المثال. والمستشارة بتاعت عبير الحلو برضو صديقة وزميلة عزيزة، إذا كان ده يساعد في بعض الأمور القانونية اللوجستية أو الرقابي من الوزارة على مؤسسات الاجتماعية المختلفة. دي نقطة بس على الهامش. رجوعا للإكستنشن، انه المساحة تتوسع في مقر آخر داخل القاهرة، مساحة تبدأ تفكر في مقرات خارج جمهورية مصر العربية. هنا سريعا بقول المحيط والامتداد العربي بتاع مؤسسة مساحة بتاع الشباب اللي هو بيشكل الوعي والكالتشر بتاعت والثقافة بتاعت مؤسسة مساحة لازم يكون ليها تواجد خارجي. عندنا بعض الأماكن، وهنا في two directions. الأولاني هو الانفلونس والمصاري والفلوس، وفي الفريدم سبيس. ممكن نفكر في بيروت، ممكن ده الجزء التاني فريدم سبيس مع بعض التحفظات، ودبي. دبي ريسورسز واموال وعلاقات وغيره. طبعا ممكن، انا قلت ان ممكن اقول بعض الافكار المجنونه شويه، لكن وان احنا اللي خلى مساحه تبقى مساحه النهارده هو ان الناس امنوا بالفكره وامنوا انها ممكن تكبر وتستمر وتبقى موجوده. اللي انا بقوله ده كمان مهم ان هو نشوفه ان هو حقيقي وهيحصل ومش مستحيل. التواجد في دبي او بيروت كمان اكثر جنونا. يعني انا بفكر ان احنا يبقى لنا مكتب في نيويورك ولندن ك اكستنشنز طبيعيه الى مؤسسه اسمها مساحه. تعرفوا فكره مثلا انه الجامعه الامريكيه في القاهره ليها مكتب في نيويورك؟ يعني اعتقد الناس اللي اتعاملت مع الجامعه تعرف ده، لكن هي المكتب موجود عشان يساعد ان هو يبقى كونتاكت سنتر تو كونتاكت بليس مع امريكا ومع الناس اللي عايزين يقدموا والعلاقات بشكل عام، لانها جامعة امريكية في النهاية. هو زي اكنه تمثيل، مكتب تمثيل دبلوماسي وات ايفر. فاحنا المفروض يبقى لنا مكتب تمثيل هناك، نحضر نسجل كان جي او في الامم المتحدة، نحضر اجتماعات. طبعا في ناس كتير انا عارف من الاجواء بتاعت الكالتشر بتاعت مساحه والشباب في مصر دلوقتي تقول اتس يوزلس ملهاش لازمه وكده، ولكن احنا يعني احنا we are living in a world. دي طريقه الشغل فيه. مش بقول ان احنا نبقى status quo زي الناس كلها ونعمل كل حاجه، لكن بقول انه مهم ان احنا نكبر، ان احنا يبقى لنا تواجد في اماكن مختلفة، يبقى لنا تأثير في صناعة القرار. لانه حلو ان احنا نقعد في على الارض في الحتة الحلوة بتاعت مساحة اللي بنقعد فيها ونقول والله ده السياسة الشبابية او السياسة التنموية للعالم زي الزفت، لكن مشاركة في صنعها والتأثير عليها يبقى مهم جدا. بقترح كمان انه يكون في استعانة اكتر بمتطوعين، بشباب مصري بره عايز يجي مصر مثلا اسبوعين شهرين شهر، يتطوع في مؤسسة خيرية تنموية ايا كان المسمى، ان احنا نجتذبهم الى مساحة. وده هيحتاج طبعا زي ما قلت انه مساحة تبقى ليها مساحة اكبر من كده فيزيكال، انها تستضيف ناس اكتر، يبقى في برنامج اكستشينجز او برنامج هوستنج استضافة. ممكن الأعضاء والفاوندرز أو الأعضاء العاديين يستضيفوا ناس في بيوتهم القادرين على ذلك طبعا ماديا ومعنويا وثقافيا وغيره، إن يبقى في حركة أكبر من ناس تيجي. من طلبة الأجانب في الجامعة الأمريكية نستفيد من كل عقل عربي أو
خارجي، لأن احنا بنشكل مفهوم إنساني وثقافة إنسانية متسعة ومحتاجين خبرات بالتأكيد. ده يمكن أهم حاجة، وبقترح يعني في النهاية إنه نحنا نبص للتمويل بشكل أشمل من كده، يبقى عندنا استراتيجية واضحة لتمويل المؤسسة وتوسعها في الأماكن الخارجية، وإن احنا ندور على إنجل إنفسترز، وإن احنا يبقى لنا إن برايفت آرم أو يعني بيزنس آرم، يا إما تنشأ شركة غير هادفة للربح أو هادفة للربح. هادفة للربح أفضل بالنسبة لي من وجهة نظري، وتساعد في إدخال تمويل أكبر لمساحة، تساعد في تمثيلها في الخارج، يبقى عندنا برودكتس أو منتجات باسم مساحة، ممكن تبقى منتجات تقليدية من مصر أو من المنطقة العربية وتروج يتحط عليها براند نيم اسمه مساحة، زي فكرة الفير تريد. لازم يبقى في بابليكيشنز باسم مساحة، لازم يكون في محتوى إلكتروني قوي وكبير، لازم يبقى لنا قناة على اليوتيوب وعليها حاجات تصوير لجلسات ورش عمل نقاش، حتى الرسالة اللي أنا بقولها دي والناس تعمل ده أكتر وتشارك transparently، ما عندناش حاجة نخفيها ولا نخاف منها. الويب سايت طبعا، أنا آخر مرة شفت أعتقد إنه في مشكلة، والحاجات دي ممكن تطرح ونحاول نناقشها وندور لها على حلول بنفسنا أونلاين مثلا، يعني على الإيميل. لازم نخلق محتوى عربي كبير على الموقع بتاعنا، يعني فكرة خلق المحتوى العربي مش من يمكن مش من الأهداف الإيميديت لمساحة، ولكن توثيق المعرفة وتوثيق التجربة وتوثيق الأحداث اللي بتحصل خاصة في تواجد السوشيال ميديا والفضاء السيبراني على ما بيقولوا، مهم جدا، لأنه عندنا ده وسيلة وطول في إيدينا موجودة، وحاجات كتير بتحصل في المساحة ونقاشات كتير قوي مش متجمعة في حصالة في مكان واحد، والإنترنت طبعا هي أهم حصالة موجودة في الوقت الحالي. أعتقد أنها طولت 12 دقيقة تقريبا، فمش عايز يعني كنت عايزة تبقى بريف، بس الحقيقة الكلام كتير جدا. أتمنى ليك التوفيق النهاردة في الاجتماع، أتمنى أنه حد يشوف الفيديو ده قبل ما تجتمعوا. الوقت الساعة عندي بتقول ان انتوا عندكم الساعة 5:30 و5 حاليا في اللحظة دي، انا هتتقابلوا بعد 9:30. اتمنى لكم كل التوفيق، وانه اي حاجة اقدر اقوم بيها عن بعد في الوقت الحالي. وانا الحقيقة لما رجعت مصر يمكن في اجازة العيد الكبير اعتقد رحت مساحة، بس كان مكان مقفول وقعدت الف حوالين المبنى شوية، وطبعا وقتي ضيق جدا في مصر عشان يعني ظروف خاصة يعني والدي وبتاع. فالمهم يعني تمنياتي بالتوفيق، أنا موجود على قد ما أقدر، الكوميتمنت بتاعتي صعبة بشكل كبير بسبب الوقت وبسبب ارتباطات كتير، لكن يعني سامحوني وأتمنى إن أنا أقدر أساعد بأي حاجة بس حد يزن عليا. شكرا وبالتوفيق.